السلام عليكم، مرحبا بكم، مع سلامتكم جديد، صحة رمضانكم من ما كنتو. اليوم عندي وصفة يعني سهلة وما شاء الله حاجة خفيفة خفيفة بالبزاف. وان المقادير كما راكم تشوفوا فيهم، المقادير عندنا 7 غرامات تاع خميرة تاع الخبز، عندنا ملعقة تاع الملح على حسب الذوق تاعكم، عندي 170 غرام مليليتر تاع الحليب، وعندي 8 غرامات تاع سكر فاني، وعندي 4 ملاعق تاع الزيت ما يقدر 20 غرام، يعني ما قدرك تشوفه فيهم. عندي حبة بيض، وعندي فارينة 360 غرام تاع الفارينة. هذا واش نصح كل المقادير تاعنا، يعني مقادير سهلين وخفاف، وناخذكم روسه ان شاء الله تعجبكم. قبل ما تبدا الفيديو ما تنسى ابوني في الصفحه وبارطاجي الفيديو باش يحكم كل جديد ان شاء الله. هيا تبعوني دوك نبدا. بون كيما راكم تشوفوا، عندي انا نجيب المكونات تاعي نواسيهم، وعندنا الحليب. الحليب يكون دافي ما يكونش بارد، دفيوه شويه في الفرنو. سمع عندي كيما كلاس، عندي كاس، عندي تاني كهنايا هاوليك الملح. عندي لافاني. شنو؟ انا عندي تانيك الزيت، يعني ابسط مكونات كما راكم تشوفوا فيهم، حاجه خفيفه وسهله، يعني تخدموا بيه الكاطون ما شاء الله يجيكم حاجه خفيفه، يجي هايل. عندنا تانيك انا الخميره، عندي تانيك نخلطو مليح ونزيدو حبه بيض. درك هنا عندي حبه بيض نديرها لداخل ونخلط مليح. هيا خلطتها، خلط مليح الفوي. بون كان كان مع وليدي هكا ويعاونو فيا. هيا خلط مليح. مازال بابا يا توش با نديرو كاطو، خلط شوية. ايه هيا هاك. بو دوك عندي الصفاية هنا كما راكم تشوفو، صفو الفارينة تاعنا. هنا الفارينة توجور صفوها، ما تخلوهاش هكداك ديريكت، باسكو ديفوا تلقى فيها ليكرا، تلقى فيها الحبيبات هادوك، ما تعرفوش واش كاين في وسط الفارينة. وشنو دوك نصفيوها هكذا كما تشوفو، هكذا تصفيوها كامل فارينة. واش نديرو ميرو؟ ديرو فارينة. واه بو هاي خلطوها مليح الفارينة. هنا خلطنا، أنا نخلطو مادا كي نكملو نخلطو نزيدو الفارينة عليها حتى تحصل العجينة تاعنا تكون طرية العجينة، متكونش يابسة. وشنو؟ دول هاي خلط معايا شوية. هيا سيبو، ماشي سيبو، هاك خلطوها مليح عامر. اسمع عامر، اسمع عامر، خلطوها هكدا مليح والله كيما راكم تشوفو هكدا. دوك هكدا زيد الفارينة كي خلطتها فارينة. ها اوكي، يعني كل ما نديرو نصفيو هكدا. بونا كيما راكم تشوفو هاي العجينة تاعي. دوك انا اللي عنده عجينه تشرب منه يقدر يزيد شويه فارينه حتى تحصلوا العجينه كيما هكا. بابا بابا وشنو كيف تحصلوا عليها؟ راني عجنوها مليح كيما تشوفوا، انا تلصق لي هنا شويه. دوك انا نزيد لها شويه الفارينه نتاعي هنا. دوك انا كي العجينه كتشوف فحص حصلت عليها، ودرك هنايا نزيد لها شويه زبده. انا عندي مغرفه تاع زبده قبل ما نحط لكمش عليها، هاي وين راهي مغرفه تاع زبده نديرها ونفتحها مليح مع هاي اللي تكون على درجه تاع المطبخ تاعكم، هاي كنت تفتحوها مليح معاها. انا وسيو مليح حتى ندخلو انا انا وسيو مليح حتى ندخلو
زبدة تانا ولا عندكم زبدة ولا ما عندكم زبدة تقدروا ديروا المارغارين بابا ومالا جينا وي بابا وشنو هادينا اه هنا كيما راكم تشوفوا هاي لك انا قاعد تعجنوا مع الزبده حتى تحصلوا الطريقه كيما داير العجينه تاعنا تكون خفيفه تكون ما شاء الله هكذا ما شاء الله درك هنا كيما راكم تشوفوا هنا دوك نغطيه هنايا هذا باش تخليها تخمر لي لازم كي تغطيوها لازم الهواء ما يدخلهاش باش تخمر مليح انا كيما راك تشوفوا هكا دوك هنا تخمر نعاود نولي لكم نكمل لكم الخدمه كيف دايره بون كيما راك تشوفوا هنا خمرت يعني جات ما شاء الله هي طلعت يعني جات شو جات راه دوك انا نحبطوها باش نحاول نفس اللي فيها دوك انا شمخو يديكم بشويه زيت برك شنو شمخو يدينا مليح بالزيت هكذا باش ما تلصقش العجينه في يديكم فوالا ونحبطوها يعني ما شاء الله جات دوك هنا عندنا الطاب دو طرافاي ديروا شويه فرينه فيها ها وحدات لا في يديكم ها دوك هنا كي تحلوها سي حلوها كاريه ما تحلوهاش مدوره عندو جبت الحلال تاعي يعني هنا كيف تجيكم ما تجيكمش نديروها رقيقه بزاف كيف ديروها دوك انا نجي نقطعوها كما راكم تشوفوا هكذا يعني يجيكم كميه ما تلبس بها وخاصه انا في شهر رمضان يعني يجيكم ما شاء الله يجيكم عندك انا تشوفوا هذيك كيف تجي دوك انا دوك نغطيها نديرها في سنيوه نغطيها نخليها تروبوزي 30 دقيقه قلت ما تزيد تنفخ شويه باك ونحطوها تتقلى دوك انا كما تشوف خليتها روبوزي 30 دقيقه هي طلعت لي هنا بيا يعني جاتك ما شاء الله كما تشوفوا هاي ليك دوك انا الزيت تاعي راهي تسخن في المقله دوك نحطهم يتقلاو دوك انا الزيت تاعي سخنت دوك تشوف ندير حاطه حاطه يطيبوا هكذا يعني يجوا ما شاء الله هلا
الخدمة تاعتهم تشوفوها هي سهلة ما شاء الله، حاجة خفيفة كما راكم تشوفوا، راكم تشوفوا يطيبوها ملي كيفاه جاية، يجوا يجوا محمرين هكذا، يعني يجوا ما شاء الله يجوا هنا في الوسط جاوا بيضة سي نورمال هادي. هذوك نحيوهم ونديرو الاخرين يطيبو تانيك. هاليك شوف هاليك وراي، بو درك انا كملتهم هنايا. دوك انا عندي السكر نورمال عادي ها وراو، نديرهم في السكر هكذا ها مرام، يعني يجاو ما شاء الله كما تشوفوا ها، نحطهم في السكر هكذا يجوا ما شاء الله، يعني تخرج لكم شحال من حبة هاهم لي كيفاه. درك نقسمكم حبة وتشوفوها كيفاه جات، يعني جات ما شاء الله شوف شحال خفيف شوف. ما شاء الله خفيفة هاي وراهي، بو لحقنا نهاية الفيديو هنا. ما تنسوا ديرنا ابوني الصفحة، بارطاجي الفيديو باش حقكم كل جديد ان شاء الله. الفيديو المقبل ان شاء الله نديرو حاجة جيدة وصحة فطوركم. السلام.